السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء. بدعوى التنظيم يوقف أهم رافد من روافد انتشار العلم وحفظ هوية الوطن، والذي كان له دور في حقبة مضت قبل إغفاله في تنشئة أجيال واعية بمنهجية وسطية. التعليم الديني الذي يعتبر الحصن الأول ضد التطرف والأفكار المباينة للمجتمع الليبي، ما يجعل أهميته ترتقي لمسألة أمن قومي والذي حورب وأقفل فيما مضى. فهل إيقاف التعليم الديني بقرار وزير التعليم يؤسس لحقبة عقود أربع من التجهيل والتجفيف لمنابع الخير؟ وهل يمكن أن يجد هذا القرار من يقف دون إقراره واستمراره؟ بعد مضي أكثر من شهر على قرار الوزير بإيقافه، نسلط الضوء على آخر المستجدات وآثار هذا القرار على مسيرة التعليم الديني صحبة ضيوفنا الكرام، فكونوا معنا لكن بعد متابعة هذا التقرير. بعد مسيرة مزدهرة للتعليم الديني أثمرت علماء يشار لهم بالبنان ومنارات للعلم تنير العقول وتنشر العلم الشرعي، جاءت حقبة سبتمبر لعقود أربعة لتحيلها إلى منابع مجففة وتقفل أبوابا للخير ورافدا هاما من روافد منع التطرف والأفكار التي تخالف الشريعة الغراء. وما إن لاحت تباشير ثورة فبراير حتى عادت المدارس الدينية تخطو خطى نحو التأسيس والبناء رغم قلة الإمكانيات وقلة الموارد، لكن كان في سقف الحرية الذي منح عزاء لتذليل الصعاب وفتح المجال للخيرين وأهل الفضل في دعمها، على أمل أن يكون للحكومات التي تعاقبت طيلة السنوات السبع الماضية وقفة دعم لترفع حالة الاغتراب عن التعليم الديني وتربطه بالواقع، وأن تلتفت لأجل وضع معايير لمدرسي ومدرسات التعليم الديني وفقا للمهارة والمسلك، بما يخدم الشق التطبيقي من المنهج ويضمن التواصل الروحي بين المعلم والتلميذ. لكن قرار وزير التعليم بالحكومة المقترحة جاء ليعيد إلى الأذهان حقبة سبتمبر، وإن اختلفت المسالك وكانت تحت دعاوى الإيقاف لأجل التنظيم، رغم عدم قبول دوافع القرار من قبل كثير من المهتمين بشأن التعليم الديني، فيما رأى البعض الآخر بأن القرار لم يكن لأجل الإلغاء وإنما هو وقف التسجيل لغرض التنظيم، بالرغم من أن القرار صدر بدون سند قانوني، بل وضرب بعرض الحائط قوانين سابقة كالقانون رقم 3 لسنة 2015، معتبرا إياه غير معتمد من مجلس النواب الذي لم يعتمد الحكومة التي يتبعها هذا الوزير حتى الآن. تناقضات عدة شملها القرار، رآها كثير من المتابعين مبررات واهية، لكنها أبانت نوايا كان البعض يدعو لإحسان الظن بها. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هل الصوت المنادي إلى إنقاذ التعليم الديني لم يوقظ أحدا، أم أن الجميع راض بهذه المعركة غير المتكافئة؟ مرحبا بكم أيها الأكارم مرة أخرى. إذن عنوان الحلقة هو التعليم الديني، الإيقاف تحت دعوى التنظيم. سيكون معي للحديث عن هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو دكتور محمود سلام الغرياني، أستاذ الشريعة بجامعة الزيتون. مرحبا بك دكتور. وأيضا من الاستوديو مصرة الدكتور محمد المغربي، مدير المنارات الشرعية سابقا. مرحبا بك دكتور محمد. حياكم الله. أهلا وسهلا دكتور فوزي. مرحبا بك. وسيكون معي عبر الهاتف بعض الأساتذة المتخصصين ومدراء مدارس التعليم الدين. يبدأ معك دكتور محمد، بداية الإقصاء والمحاربة التي تعرض لها التعليم الديني طيلة حقبة القذافي كان لها تأثيرها الواضح على تجفيف منابع العلم الشرعي وظهور الجماعات المتطرفة في ليبيا والتي لم نكن نعهدها في السابق. لو تحدثنا بإيجاز عن ذلك دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحييك أخي الفاضل، وأحيي ضيفك الكريم، وأحيي جميع السادة المتتبعين والمشاهدين لبرامج هذه القناة المتألقة، وأشكر لكم ما تبذلونه من جهود طيبة في حول هذا الموضوع وغيره من القضايا المهمة التي تمس المجتمع، سواء كان من الجوانب
الروحية أو الجوانب الأخلاقية أو غيرها من الأمور التي تحتاج إليها الناس. عندما نرجع إلى موضوع التعليم الديني، وقد أشرنا في أكثر من لقاء أن التعليم الديني هو مهم جدا لبناء الإنسان وتكوينه روحيا ودينيا وأخلاقيا واجتماعيا، ومن ثم كانت أولى الدعوات التي جاء بها القرآن هي الدعوة إلى القراءة والتعلم العلمي وإلى الاهتمام بالعلماء وبخاصة العلوم الشرعية وبحث الناس على تعلمها، كما ورد ذلك وكما هو معلوم في الآيات والأحاديث النبوية. وبدخول الإسلام إلى هذه البلاد المباركة كان الاهتمام بالتعليم الديني كبيرا، حيث انتظم في المساجد والكتاتيب ومن بعد في الزوايا والمحاضر وغيرها من أماكن التعليم الشرعي، وظل بطريقته التقليدية التي بدأ بها إلى منتصف القرن الماضي، حيث انتظم التعليم الديني في ليبيا تحت مؤسسات رسمية سميت بالمعاهد الدينية ومعاهد القراءات، ومن ثم الجامعة الإسلامية السنوسية. وظل هذا التعليم حقيقة يعني له زخم كبير وعليه إقبال كثير وهناك اهتمام عظيم به، إلى أن جاء انقلاب 69 حيث تغيرت الأوضاع كليا. أصبح هناك تجفيف للتعليم الديني وتجفيف لمنابع التعليم الديني، بدأ بطريقة تدريجية من إلغاء الجامعة الإسلامية ومعاهد البعوث، وثم إلغاء إدارة التعليم الديني وإدارة المدارس القرآنية، ثم التدرج في إلغاء المدارس القرآنية ومن ثم إلغاء معاهد القراءات ومعاهد الدينية، لتأتي سنة 86 و900 و1000 وقد قضي على التعليم الديني في ليبيا نهائي. عندما ننظر إلى تاريخ الفتح الإسلامي سنة 21 هجري إلى سنة 1986 اللي هو يوافق 1406 هجري، يعني حوالي 1400 سنة أو يقاربها، والتعليم الديني يعني يقوم بدوره في المجتمع، ولم تعرف خلال هذه الفترة ظهور حركات متطرفة ولا توجهات دينية متشددة، إنما برز هذا النوع من التطرف أو هذا النوع من الأيديولوجيات بعد إلغاء هذه المعاهد وهذه الجامعات وهذه المدارس القرآنية والدينية. وبدأ كل واحد يبحث على جانب يغذي به الجانب الروحي والديني عنده، ومن ثم اتجهوا إلى اتجاهات أخرى هي غير يعني رسمية وغير يعني مأمونة الجانب وغير معتمدة، ومن ثم كل اتجه بهذا التيار، وبرز هنا التيار المتشدد الذي لم يكن معلوما ولا معروفا ولا منتشرا في هذه البلاد بل وفي الشمال الإفريقي خلال حوالي 1400 سنة. نعم ابقى معي دكتور محمد. شكرا. ابقى معي دكتور محمد. دكتور محمود، يعني المشكلة الآن كلها يعني سببها القرار أو الإجراء الذي اتخذته وزارة التعليم في إيقاف التسجيل في التعليم الأساسي. وزير التعليم يقول بأن المشكلة هي سببها القانون رقم 18 سنة 2010 الذي جعل التعليم الديني التعليم الأساسي إلزامي. هذا ما ذكره الوزير. هل هناك تناقض بين جعل التعليم الأساسي إلزامي وبين فتح مدارس التعليم الإلزامي الديني بحسب هذا القانون؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية لابد من تقديم جزيل الشكر لهذه القناة الموقرة على فتح هذه الفرصة لمناقشة هذا الموضوع الحساس. لابد قبل الإجابة على السؤال من إبداء الأسف على أن يحتاج مجتمع مثل المجتمع الليبي المعروف بمستوى تدينه وعراقته في التدين وفي التعليم الديني وبشدة حاجته إلى هذا الأمر. أن يناقش مثل هذا الملف بدلا من مناقشة التوسع فيه وإعطائه امتدادا جغرافيا وعلميا وتدريسيا، بدل ذلك يتم الإنقاص منه. والإنقاص منه بطريقة للأسف ليست حتى طريقة منهجية قانونية لها عذر واضح. بالعكس، هذه الأعذار التي ذكرت هي أعذار تدل على عدم اتصال حقيقي بعالم التعليم وبتاريخ التعليم في ليبيا وبتاريخ تقنين التعليم في ليبيا. قانون رقم 18 سنة 2010 ما هو إلا نسخة من قانون سابق قوانين سابقة التي كانت تغطي موضوع التعليم
سواء في عهد الملكي اللي هو قانون رقم 52 لسنة 1952 أو القانون الصادر في سنة 1965، بل حتى القوانين التي صدرت في عهد النظام السابق وبدأ بها القانون 134 لسنة 1970، ثم القانون رقم 95 لسنة 1975. هذه القوانين جميعها تتحدث عن التعليم الإلزامي، يعني ليست بدعة جديدة أن ينص قانون التعليم على أن يكون التعليم في المرحلة الأولى هو تعليما إلزاميا وهو يسمى التعليم الأساسي. بل إن القانون 95 لسنة 75، وعندما نشير إلى قوانين في مرحلة القذافي، نحن نشير إلى نظام كان يحارب التعليم الديني، ومع ذلك هذا القانون عندما صدر في وقته غطى مؤسسات التعليم الديني. هذا القانون عنوانه هو قانون التعليم الإلزامي، عرف التعليم الإلزامي وذكر بأن التعليم الإلزامي هو في المرحلة الابتدائية وما إلى ذلك، ومع ذلك صدرت اللوائح في ظل هذا القانون تغطي المعاهد الدينية التي يعلمها الجميع. نفس النص اللي وارد في هذا القانون هو نفس النص اللي وارد في قانون 18-2010، فالقراءة غير المتخصصة أو القراءة ربما حتى الباحثة عن الإغلاق، يعني هذه قراءة فيها نوع من الغرابة، إلا إذا كنا نتحدث عن وزارة تسعى إلى الإغلاق، أما وزارة تسعى إلى التواؤم مع مجتمعها فهذا النص لا يؤثر شيئا. وصدرت اللوائح التي غطت المعاهد الدينية في كل المراحل السابقة تحت مثل هذا النص، ولذلك أعتقد أن هذه حجة هي أوهم من أي حجة أخرى ما كان ينبغي أن تقال. نحن أيضا عند مناقشة مثل هذه الحجج تم التعرض إلى بدائل، لا شك أن هناك بدائل أخرى، فمثلا كان يمكن تقديم مقترح للوزارة أو للحكومة التي يتبعها الوزير يطلب فيها تعديل قانوني أو ما إلى ذلك، لكن أن يتعرض هو نفسه لنقض هذا الأمر من الناحية القانونية ويرى أن القرارات السابقة هي قرارات غير صحيحة، هو نصب نفسه جهة قضائية وجهة رقابية على القوانين أو على اللوائح أو على تطبيق القوانين. وبالنهاية كان ينبغي عليه أن لا ينقض إجراءات من سبقه بنفسه، وإنما عليه أن يحيلها أو يتظلم منها أو ينبه إلى ذلك. فهذا في الحقيقة حتى عدم فصل بين السلطات، يعني إذا كان كل وزير يأتي، وهذا ما نعاني منه، كل وزير يأتي على إجراءات من سبقه بالنقض، وهذا يخالف مبادئ قانونية راسخة وثابتة في القانون الإداري تعرف بمبادئ استمرارية الدولة، فالدولة مسؤولة عن أفعالها، ثم إن القرارات التي سبقت ولم تنقض تتخذ صفة القانونية حتى يتم إعادة إصدار قرارات جديدة من مستويات بنفس المستوى الأول اللي هو القانون. بل إن القانون رقم 3 لسنة 2015 غطى هذا النقص الذي يدعيه أو تدعيه الوزارة، وبالتالي لا نعلم يعني لأي غرض تسعى الوزارة إلى إيقاف التعليم الديني بمثل هذه الحجج الواهية. طيب ينضم إلي الأستاذ صلاح العارف مدير مدرسة براوي للتعليم الديني بتاجورة. مرحبا بك سيد صلاح. مرحبا بك يا شيخ. اهلا وسهلا بك استاذ صلاح. باعتبارك مدير مدرسه براوي وهي من اكبر المدارس تعليم الديني في على مستوى ليبيا او لعلها الاكبر، لو تحدثنا عن بدايه العام الدراسي، يعني كيف كانت وكيف كان اقبال الطلاب على الدخول في هذا النوع من المهم للتعليم، وهل عندكم مدرسين يغطون يعني او بعدد كافي لتدريس المواد التخصصيه المتنوعه في هذا النوع من التعليم؟ دكتور استاذ صلاح تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أتقدم إلى قناة التناصح وكل العاملين بها بالشكر والاحترام إلى وقوفهم معنا في التعليم الديني. بارك الله فيك. نعم طبعا يا شيخ، بالنسبة للعام الدراسي الجديد تم بحمد الله افتتحنا العام سين، لا يوجد لدينا أي عجز. نعم. وطبعا بالنسبة للمدرسين لا يوجد أي عجز. نعم. وقبول الطلاب الحمد لله بالنسبة للمرحلة الثانوية لدينا فصول متكاملة. وبالإضافة إلى المنهج طبعا احنا العام هذا ما حصلناش أي منهج من الوزارة. طبعا بجهود بعض الناس الكبيرين تم تصوير هذا المنهج بكامل على الطلاب.
يعني تم يعني لم تمدكم وزارة التعليم بالكتب الخاصة بالتعليم الديني، فاضطررتم الى التصوير. اقفلوا علينا الباب يا شيخ. هو بالنسبه طبعا موجود الكتب، كثير من النسخ موجوده في المخازن، ولكن قالوا لنا بوجود من وزير التعليم بعدم اعطاء اي نسخه للمدارس الدينيه. يعني جاءتهم اوامر شفويه من وزاره التعليم بعدم تزويدكم بمناهج التعليم. نعم. طيب اشكرك شكرا جزيلا استاذ صلاح العارف مدير مدرسه براوي على هذه المشاركه. اعود اليك دكتور محمود الان، هل هناك مخالفه قانونيه فيما يخص انشاء مسار ابتدائي اعدادي يقوم على الاسس التربويه التي تجمع بين العلوم الشرعيه والعلوم العامه من رياضيات وانجليزي وحاسوب وعلوم كما كان عليه الحال في القانون رقم 34 سنه 71؟ نعم، ولو تاذن دكتور فوزي بتاجيل هذا السؤال. يعني الحقيقه ما ذكره الاستاذ صلاح مدير مدرسة أبي راوي للتعليم الديني أعتقد أنه يحتاج إلى التعليق عليه. نعم. هناك مشاكل بخلاف مشكلة إيقاف التعليم الديني بقرار منع التسجيل، هو هذه الروح العدائية لاستمرارية التعليم الديني حتى في السنوات التي لا يمسها قرار الإيقاف. وبالحقيقة أعتقد أن هذا أمر مؤسف للغاية، ولكن لعل التعليم الديني أصبح بمثابة اليتيم. تعلم المثل العربي الذي يقول الأيتام على مائدة اللئام ليس لهم مكان، فكأن التعليم الديني ليس له راع وليس له من يعينه أو يتوقف معه أو يقف معه. نعم. يعني ما دخل مناهج التعليم الديني في السنة الثانية أو في السنة الثالثة أو في المرحلة الثانوية حتى يضيق عليهم في استلام المناهج؟ نعم. أليسوا هم أبناء هذه الدولة؟ أليسوا يتعلمون دين هذه الدولة؟ أليسوا دخلوا وفق قرارات سابقة؟ بل حتى قرارات من هذه الوزارة. الوزارة عندما لا تأتي في أول السنة وتعلن بشكل واضح ومكتوب وموجه توجيه رسمي بأننا لن نقبل تلاميذ في هذه السنة، يعني أعتقد أن الجبن وعدم تحمل المسؤولية أبرز مظاهر هذه الوزارة في مقاومتها للتعليم الديني، وللأسف أقول مقاومتها للتعليم الديني لأنها تقاومه بطريقة ممنهجة. فتضييق على المناهج أمر في غاية يعني السوء، يدل على روح قتالية ضد التعليم الديني وليست فقط روح قانونية أو مسألة قانونية. وبالتالي أنا أنبه هذه الوزارة إلى أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتعود إلى رشدها وتعيد الأمر إلى نصابه، أن تحترم القوانين والقرارات الموجودة، قرارات الوزارة السابقة وقوانين الدولة المعمول بها. إذا كانت هناك قضايا مرفوعة، هناك الآن قضية في القضاء الإداري، عليها أعتقد أن عليها أن تدافع على ما تراه قانونيا أمام القضاء، وليس أن تتخذ إجراءات من طرف واحد، لأنها بالنهاية هي تنصب نفسها خصما وحكما. وهذه إشكالية عظيمة. أعتقد نحن نناقش إيقاف التسجيل في سنة أولى إعدادي، فيتضح أن هناك يعني منع للمناهج التعليمية في السنوات المتقدمة، وهذا في الحقيقة مأساة شديدة. أنا أنبه هنا أيضا إلى موقف الوزارة من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية مثلا. يعني موقف والله لا أريد أن أقولها، يعني هو من ناحية أخلاقيا يعني لا يمكن. يعني أنت الآن طلبة يدرسون ويتعلمون تحت مدارسك، ثم يعملون الامتحانات، الامتحان الدور في نتيجة الدور الأول صدرت نتيجة الإعداد الديني بعد شهادة ثانوية، وصدرت بعد ضغوط ويأخذ في تعهدات من الذين يتوسطون لديه، وللأسف يضطر بعض المشايخ أن يتوسطوا لدى الوزارة توسطا شخصيا. وأعتقد هذا كله من هوان التعليم الديني على عامة الناس وعامة الشعب الليبي. نعم، بأسف. وهذا ما يؤذن بإشكالية عظيمة في معيشة هذا الشعب. نحن ننبه هذا الشعب إلى أن هذا التعليم الديني في الحقيقة هو لازم يجب أن يكون في أعلى الدرجات وفي أعلى المستويات. نحن نخشى من غضب الله سبحانه وتعالى علينا إذا كنا نعامل هذا التعليم بهذه الطريقة، وهؤلاء الأطفال الذين يعني يمتحنون ثم تجعل درجاتهم أو يعني تؤخر تؤخر لدرجة. ونحن نعلم كيف عومل طلبة الشهادة الثانوية الدينية في العام الماضي، وهؤلاء ليسوا من مما يشملهم هذا القرار أو هذا الموقف. نعم. وبالتالي أعتقد علينا أن نتحرك وعلى الناس أن تنتبه، لأنه ليس من حق أي وزارة ولا أي منظومة
منظومة حكم معين أن تمس هوية الشعب، بل إن عليها أن تنظم كيفية تعليم الناس دينهم. نعم. ليس من حق أحد أن يلغي التعليم الديني. نعم. نعم. ولا من حق أحد أن أن يتفه خيارات الناس في اتجاهها إلى التعليم الديني. نعم. وهذا ما يقع في الحقيقة من هذه الوزارة التي بدأت تمس عصب مهم جدا في حياة الشعب الليبي، وهو التعليم الديني. طيب. الوسطي المعروف. نعم. سأعود إليك الإجابة دكتور. نعم. على السؤال الأول الذي سألتك، لكن أعود لدكتور محمد المغري. دكتور محمد، البعض يسوق لنا إلى أننا لا نحتاج إلى التعليم الديني التخصصي، تكفينا مادة التربية الإسلامية، والإسلام هو دين الفطرة ودين الناس، فلماذا هذا التخصص في التعليم الديني؟ تكفي هذه المادة لجميع الطلاب على مستوى البلاد، كيف تعلق؟ حقيقة يعني كما ذكر أني أعقب على كلام أو أثني على كلام أخي الدكتور محمود عندما قال نحن نأسف أن في دولة عرف شعبها بالتدين وبالوسطية أن يعني تثار هذه القضية أو أن يشكك في التعليم الديني، فهي مسألة حقيقة بدهية أن حاجة المجتمع إلى التعليم الديني مهمة، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز عندما قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأهمية التعليم الديني أنه كما نحتاج إلى متخصصين في الطب والهندسة والعلوم والرياضيات وفي كافة التخصصات الأخرى، فمن باب أولى إحنا يمكننا أن نستورد أو أن نستجلب أساتذة في هذه التخصصات الأخرى العلمية والتطبيقية وغيرها، لكن فيما يمس عقيدتنا ويمس هويتنا ويمس ديننا فنحن أولى به علماء البلد كثر، والبلاد غنية بعلمائها وفيها ما يكفي لأداء هذه الرسالة الخالدة وتوصيل أو تعليم الناس وتفقيهم. وحاجة الناس ماسة، وإحنا ما الذي جعل هذا التطرف وهذا التشدد وهذا التوجه يظهر في البلاد التوجهات المخالفة؟ هو فراغ الساحة، بل إفراغ الساحة من العلماء ومن التعليم الديني. أما هذه الدعوة فهي دعوة علمانية صرفة، يعني دائما يتبناها المدنيون أو دعاة المدنية والعلمانية الذين لا يرون حاجة إلى التعليم الديني، ويكفي وجود بعض حصيصات وليست حصص في التربية الإسلامية وفي بعض اللغة العربية مواد اللغة العربية، وهذه حقيقة هي لا تكفي لأن تؤهل الطالب أو أن تعده حتى في خاصة نفسه، ناهيك عن أنه يكون معلما وفقيها ومفتيا وموجها في هذا الجانب. فهذه دعوة مردودة من جميع الجوانب، وإلا فلنلغي المواد الأخرى ويكفي أن تدرس مبادئ في الرياضيات والعلوم والهندسة والطب، وهذا طبيعي غير لائق، ودعوة يعني باطلة، ومن يحمل هذه الراية هم ناس يحملون عداء مباشرا للتعليم الديني بل حتى وللدين في حد ذاته. وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل مولود يولد. نعم. على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. نعم. إذن هو يولد على الفطرة فأبواه مسؤولان عن أن يعلمانه التعليم الديني وأن يهيئانه لهذا النوع من التعليم. نعم. هو دكتور حتى على ذكر التربية، مادة التربية الإسلامية، هل برأيك تكفي حصتان في الأسبوع للطالب في المرحلة الثانوية ومرحلة الإعدادية، أم هذا أيضا غير كافي؟ هو سؤالي الحقيقة للأستاذ الذين وضعوا هذه المقررات في ستة أقسام: القرآن الكريم والحديث النبوي والفقه والأخلاق والعقيدة والسيرة، يعني ستة أجزاء مقسمة التربية الإسلامية. رجاء كيف تدرس مادة في المرحلة الإعدادية أو الثانوية بعدد ثلاث أو أربع حصص؟ يعني هل هذه كافية حقيقة لأن يلم فيها الطالب بهذه الجزئيات الستة الضرورية؟ نعم. في هذه المرحلة، مرحلة التكوين ومرحلة الإعداد، حقيقة بعيدة. نحن نحتاج كل يوم إلى حصتين في التربية الإسلامية، يعني لا يقل المفروض عدد الحصص عن 10 حصص أو 8 حصص في الأسبوع، مع أن الوزارة أظن لا تتجاوز الحصص فيها حصتان أو 3 حصص يعني في الأسبوع على أكثر تقدير. طيب دكتور، سأدنك وسأدن بقية الضيوف في الخروج إلى فاصل، ومن ثم من بعده نواصل إن شاء الله تعالى. منذ فتح شمال إفريقيا على أيدي الصحابة توارثت الأجيال على أرض ليبيا التعليم القرآني والعلوم الشرعية في الحلاق والكتاتيب والزوايا،
رغم كل الحقب التي مرت على تاريخ ليبيا، ظل التعليم الديني يتوارث من جيل لآخر كما هو الحال في كل البلاد الإسلامية. اعتنت المملكة الليبية بعد استقلالها بالتعليم الديني وفتحت الزوايا والمعاهد والجامعات، وأشهرها جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية في مدينة البيضاء. بعد انقلاب سبتمبر تجلت محاربة القذافي للتعليم الديني في إغلاق الجامعات والمعاهد الدينية والتضييق على المشايخ والعلماء، وامتلأت السجون بطلبة العلم الشرعي. غياب التعليم الديني أدى إلى اضمحلال العلم الشرعي وندرة العلماء والمشايخ في ليبيا. كنتيجة طبيعية للتضييق على طلبة العلم الشرعي، لجأ الطلبة للبحث عن بدائل خارج البلاد. طلب العلم العشوائي والقفز على المراحل أوقع كثيراً من الطلبة ضحايا للغلو والتطرف. بعضهم وقع ضحية لمدارس مشبوهة دعمتها مخابرات أجنبية، ومن أشهرها فرقة المداخلة. بعد ثورة فبراير أصدر المؤتمر الوطني القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن إنشاء وتنظيم التعليم الديني. تم افتتاح المعاهد الدينية الرسمية والكليات الشرعية بمناهج معتدلة ومعتمدة من قبل إدارة المناهج. بعد دخول حكومة السراج للعاصمة تم التضييق على المعاهد والكليات والمؤسسات المعنية بالفتوى والعلم الشرعي. في سبتمبر 2018 وكيل وزارة التعليم بحكومة السراج يبعث رسالة للمعاهد الدينية بشأن عدم قبول طلبة التعليم الديني الأساسي، مخالفاً للقانون وضارباً عرض الحائط بقانون صادر من جهة تشريعية منتخبة. أخيراً، هل هناك أيد تحاول العودة بليبيا إلى عهد التصحر في العلم الشرعي لتفسح المجال للأفكار المتطرفة بالعبث في أمن البلاد واستقرارها؟ مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأفاضل. دكتور، سألتك قبل الفاصل إن كان هناك مخالفة للقانون في ما يخص إنشاء مسار للتعليم الابتدائي والإعدادي الديني، أو يقوم على الأساس التربوي الذي يجمع بين العلوم الشرعية والعلوم العامة الأخرى كما كان عليه الحال في القانون رقم 134 سنة 70. نعم، هو على المستوى القانوني في اللحظة الراهنة هناك مساران قانونيان أو جانبان قانونيين. الجانب الأول هو صدور قانون رقم 3 لسنة 2015 من المؤتمر الوطني العام بإنشاء إدارة التعليم الديني، والذي يقر التعليم الديني في مرحلة الابتدائية والإعدادية كما هي في المرحلة الثانوية. هذا المسار طبقته الوزارة السابقة وأنشئت على أساسه إدارة التعليم الديني بوزارة التعليم، واستمر الوضع إلى أن أتت هذه الوزارة الحالية، حتى الوزير السابق للوزير الحالي في هذه الوزارة، الوزير السابق لم يتعرض إلى التعليم الديني وإلى هذه المسألة. عندما أتى الوزير الحالي توقف أمام هذه المسألة ورفض اعتماد القانون رقم 3 لسنة 2015 باعتباره ربما هو تحدث بطريقتين، من ناحية يقول هو ليس له لائحة تنفيذية، ومن ناحية أخرى مرة أخرى قال بأنه يحتاج إلى اعتماد مجلس النواب، وهذا يدل على أن الوزارة ليس لها موقف ثابت محدد قانوني منضبط هي تنطلق منه، وإنما هي تريد الإلغاء بأي حجة كانت. فمرة تقول نريد اعتماد، ومرة تقول لا لائحة تنفيذية، ومرة تقول قانون 18-2010 لا يشمل التعليم الديني ولا يمكن افتتاح التعليم الديني وفقه، وبالتالي هذه ظاهرة زئبقية لا يمكن ضبطها. وأعتقد أن هذه طريقة في معالجة الشأن العام وإدارة التعليم منبئة عن عدم احترام للمسار القانوني، وفيه تخويف من استمرارية هذه الوزارة في الحقيقة، لأنها نلاحظها ليس فقط في التعليم الديني، نلاحظ حتى كيفية تعاملها مع المدرسين والمعلمين والمعلمات في عدد من القرارات. إذن الحجة التي إذا كانت نحن ناقشنا عندما ناقشنا الوزارة في هذه الحجة قلنا أن القانون شرعي وصادر، حتى بناء على الاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي أتى لاحقا لصدور هذا القانون من المؤتمر الوطني العام. الاتفاق السياسي وقع في 26 ديسمبر 2015، والقانون صدر في شهر مارس 2015. طبعا وليس مخالفا حتى لموضوع الاتفاق السياسي. مع ذلك فإن موضوع التعليم الديني
إذا نظرنا إليه حتى خارج قانون رقم 3/2015 اللي هو قانون التعليم الديني، هو مغطى بالقانون رقم 18 لسنة 2010 الذي يسمح أو يطلب من وزارة التعليم أن تقدم لائحة تنفيذية تتعرض إلى مسارات التعليم وتتعرض إلى ذكر المناهج وما إلى ذلك. وبالتالي فوزارة التعليم كان بإمكانها وهو من دورها أن تقترح لائحة تنفيذية تقترح بها المناهج وتقترح بها مدارس مخصوصة لتقديم تعليم بمواد إضافية في التعليم الديني مع المحافظة على المواد الأساسية، وهذا في الحقيقة يكفله القانون رقم 18 كما كفله قانون 134 لسنة 1970. لكن للأسف الشديد أن وزارة التعليم تقدمت إلى المجلس الرئاسي بمقترح لائحة تنفيذية في شهر 7/2018 أو قبل ذلك بقليل، قدمتها خالية من أي إشارة إلى مسألة التعليم الديني. لا. وفي الحقيقة أنا أعجب لوزارة في هناك 13 مدرسة مفتوحة تقبل طلاب تعليم إعدادي ولا تهتم لشأنهم وتدرج مادة لحمايتهم ولا لحفظهم ولا تفتح هذا الموضوع حتى يعني بشكل رسمي مع الجهة الأعلى منها حتى هي تتخلص من المسؤولية القانونية إن كانت تخشاها بالفعل. هذه كلها أدلة على أن الوزارة لا تريد أن تحل المسألة بحلول قانونية وإنما تريد أن تغلق ثم تبحث عن الذرائع، وهذا نحن لا نقوله بحثا عن النوايا وإنما نقوله بناء على المنهج الذي اتبعته الوزارة في هذا السياق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم إلى رشدهم. آمين. وأن يجعل لهذه البلاد أمر رشد ينقذ بها هذا التعليم الديني من أيدي العابثين ومن تصرف الوزارات المتلاحقة في كل مرحلة. آمين. ينضم إلي الآن عبر الهاتف الأستاذ عبد السلام جبريل مدير مدرسة العرب نديو وباري. مرحبا بك شيخ عبد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. الله يبارك فيك أستاذ عبد السلام. مدرستكم هي مدرسة العربي نديو، لو تعطينا نبدأ باختصار عن من هو هذا الشخص شيخ العربي نديو لو سمحت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أشكر قناة التناصح التي أتاحت لنا فرصة التعريف بمدرسة العربي نديو للتعليم الديني. نعم. والدفاع عن التعليم الديني. نعم. في ليبيا لما نظر لما يتعرض له في هذه الفترة. نعم. من حروب والتي. نعم. عندي أنا تعتبر يعني فيها فائدة كبيرة جدا. نعم. لمسناها نحن في مدرسة عرب النديو. وذلك أن الناس كانوا يعتقدون أن التعليم الديني كان تابع لوزارة الأوقاف. فكانوا يتخوفون من توجيه أبنائهم إلى المدارس الدينية. نعم. حتى حدث ما حدث وصدر ما صدر من وزير التعليم، فعلم الناس وتيقنوا أن هذه المدارس هي تابعة لوزارة التعليم. فلم يخافوا على مستقبل أبنائهم واطمأنوا بذلك. فكانت في السنوات الماضية قبول الطلاب كان بين 5 إلى 10 طلاب. نعم. هذا العام تفاجأنا أن تقدم إلينا حوالي 20 في سنة أولى. ما شاء الله. 20 طالب. نعم. فكانت هذه يعني أعذرها رب ضارة نافعة، فجزاه الله خيرا ونسأل الله أن يهديه. نعم آمين. ثم أقول أن مدرسة عرب نديو للتعليم الديني مدرسة صدرت بقرار وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق بقرار رقم 849 لسنة 2013 والمعدل بقرار رقم 496 لسنة 2016. نعم. تحت مسمى مدرسة العرب نديو للتعليم الديني. وقدم اختيار هذا الاسم العرب نديو، وهذا يعتبر أحد فقهاء الوادي. ونعتبره غزال وقتنا. حيث أن هذا الشيخ سافر في البداية إلى تونس من أجل العمل وطلب الرزق ولقمة العيش. نعم. لكن سنحت له الفرصة هناك وكان يسمع بالزيتونة، فالتحق بجامع الزيتونة بتونس وحفظ القرآن به. نعم. وتعلم الفقه وأصوله على مذهب إمامنا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. نعم. فعندما عاد إلى بلاده شعر أنه أصبح صاحب مسؤولية، فقام بوعظ الناس في المساجد والزوايا ويعلمهم أصول دينهم. نعم. والتي من بينها منطقة زرادرة ومنطقة الغريفة ومنطقة الرقيبة وغيرها من مناطق الوادي. نعم. فانتشر صيته وانتشر اسمه، وقد توفي هذا الشيخ سنة 1984. كان من مقترحات مكتب التعليم ببلدية الغريفة أن يكون أن تسمى مدرسة، هذه مدرسة باسم عمرو بن العاص. نعم. فقلنا لهم عمرو بن العاص هذه المدرسة يعني ستعرف به، لكن أردنا
أن أو أن الوادي سيعرف به، لكن أردنا أن نخرج أعلام هذا الوادي، وأن ليبيا كما ذكر قبل السادة المشاركين أن ليبيا تزخر بالتعليم أو بالمشايخ الوسطيين مشايخ العلم الشرعي وأنها أجيال تتوارث هذا الفكر من جيل إلى جيل. نعم. أردنا أن نعرف بهذا الشيء. نعم. طيب تم اختيار هذا الاسم يعني. نعم. شيخ عبد السلام، عندكم مرحلة ثانوية ومرحلة التعليم الأساسي الآن في مدرستكم؟ نعم، هذا المدرسة بقرار أنها بالتعليم الديني الثانوي والإعدادي. نعم. لكن نظر للظروف التي تمر بها منطقة فزان والتي لا تخفى عليكم، نعم، وصعوبة فتح المدرستين، نعم، فتم افتتاح مدرسة للتعليم الثانوي. نعم. حاليا الآن تدرس التعليم الثانوي في هذه المدرسة. نعم. طيب بالنسبة للتعليم الإعدادي عندنا قرار أيضا، نعم، نفس القرار، لأن المدرسة مدرسة تعاون الدين للتعليم الديني، نعم، بشقيها الإعدادي والثانوي. نعم. طيب شكرا شيخ عبد السلام جبريل مدير مدرسة العربي النديو في أوباري على هذه المداخلة. أعود إليك دكتور محمد، ولعلي أختم معك بهذا السؤال. هناك مقولة أن هناك علاقة عكسية بين التعليم الديني والتطرف، كلما زاد التعليم الديني والوعي الديني قل التطرف، والعكس صحيح، ما مدى صحة هذه العبارة برأيك؟ نعم، هي يعني حقيقة هي العبارة هذه واضحة، وهي يعني يعكسها الواقع الذي عشناه. يعني عندما كان التعليم الديني سواء كان في الزوايا والمساجد والمعاهد الأهلية أو عندما انتظم في خمسينيات القرن الماضي في مدارس نظامية تتبع الدولة، لم يظهر شيء اسمه حتى مخالفة المشهور في المذهب والمعمول به، وإنما ظهرت هذه الأشياء وهذه التوجهات وهذا التطرف وهذا التشدد عند غياب التعليم الديني، ومن ثم لا سبيل إلى مكافحة هذا النوع من التطرف وهذا التشدد في خاصة في الجانب الفكري الديني إلا بالاهتمام بالتعليم الديني والإكثار من مدارسه ومعاهده ودعمها وتشجيعها. ولعلنا لنا في سلفنا الصالح الذين هم كانوا أساتذتنا ومشايخنا وفقهاءنا أكبر أسوة، فهم نشأوا في رحاب التعليم الديني وتعلموا في هذا التعليم الذي هو يعد هوية هذا البلد الدينية والثقافية، ومنهم تعلمنا وتخرجنا، لم نعرف شيئا اسمه تشدد أو إرهاب. نعم. دكتور، وكما دكتور يقال دكتور العلم بالتعلم. نعم. دكتور نعم. محمد، في دقيقة، ما الإجراءات برأيك الفعلية التي يجب أن تتخذ لدعم التعليم الديني في دقيقة لو سمحت؟ نعم. أنا لو سمحت لي أريد أن أعقب هكذا بتقديم نعم. بعض الأسئلة. نعم. أنا أريد أن أوجه إلى الوزارة سؤالا، ما المطلوب من التعليم الديني؟ تارة لا توجد قرارات ولا أسس لهذا التعليم، عندما أتي بها هي غير معتمدة، هذا التعليم ليس له كتب، عندما أظهرت للوجود هذا التعليم لا يتبع الوزارة، كل المدارس معتمدة فيش في الوزارة بقرارات كلها سواء كان في الابتدائي أو في الإعدادي أو في الثانوي. نعم. فالآن سؤال الوزارة، ما الذي تريده؟ الآن مضى أكثر من شهر في لقائنا مع السيد الوزير، لم نرى لجانا ولم نرى أعمالا تخص التعليم الديني، اللهم إلا تلك الرسالة التي قسمت ظهر التعليم الديني. أنا ما أراها الآن حقيقة من إجراءات، وهو الآن سؤال آخر وجهه إلى جميع الجهات المسؤولة. نعم. أننا تقدمنا بمذكرات. نعم. لها دكتور بشأن التعليم الديني، ولم نرى منها حقيقة. نعم. إجابة إلى حد الآن. الدعوة الآن هي إلى الجميع في جميع المناطق إلى إحياء. طيب. هذا الموضوع مرة أخرى، دكتور محمد، وتقديم المذكرات وإقامة الوقفات الاحتجاجية من. نعم. أجل دعم التعليم الديني، وكذلك الدفع بأبنائهم للالتحاق بهذا التعليم بشكل الإعدادي. أشكرك دكتور محمد المغري مدير منارة الشرعية السابقة، كنت معي من استوديواتنا الفصل، أشكرك شكرا جزيلا. ينضم إلي الآن الشيخ علي فليف المدير مدرسة علي يحيى معمر بمدينة نالوت. مرحبا بك يا شيخ علي. مرحبا دكتور فوزي. أهلا وسهلا شيخ علي. المدرسة يعني نحن حتى نعرف بإعلام هذه البلاد المباركة، المدرسة سميت على اسم الشيخ علي يحيى معمر، لو تعطينا نبذة مختصرة عن الشيخ علي يحيى معمر لو سمحت. بارك الله فيك دكتور هذه المداخلة، مشكور. نعم. مشكور دكتور على هذه المداخلة، ومشكور لضيفك الدكتور محمود والدكتور محمد الغالي. نعم. ثانوية الشيخ علي يحيى معمر هي إحدى الثانويات الدينية في مدينة نالوت، وهي تتبع التعليم الشيخ علي يحيى معمر، علم من أعلام هذه علم ليبيا، هي معروف وتعلم بالزيتون وبمعهد حياة بالزيتون التونسي وبمعهد حياة الجزائر، تتلمذ على شيخ الشيخ إبراهيم بيوت بالجزائر، ثم عاد إلى أرض الوطن وكان داعية وكان عمل في سلك التعليم منذ أن عاد إلى ليبيا،
فدار معهد اثناء انشطاري للمعلمين الجهادي، ثم تولى مكتب التفتيش على مستوى محافظة غاليين سنة ذاك الوقت، ثم تولى خدمة في طرابلس وكان في وزارة التعليم في ذلك الوقت، حتى وافق المنيه في مكتبه وهو يجاهد في بناء التعليم على مستوى ليبيا، ولم ينحاز إلى غنيمته بل جاهد على مستوى ليبيا وخدم ليبيا في مجال التعليم، ولكن دويت عليه من قبل النظام الصفر التوافق في ذلك. نعم رحمه الله. طيب طيب شيخ علي في مدرستكم الان، حدثنا عن المدرسه باختصار، يعني اي مرحله الان تدرسونها في مدرستكم، مدرسه الشيخ علي يحيى معمر، المرحله الثانويه او مرحله الشيخ علي يحيى معمر؟ تدرس المرحله الثانويه وفق الظروف التي تعاني منها، وهي عدم وجود المبنى المخصص للثانويه، فاحفظ الموضوع وعدم حفظ القرار، يعني في قرارات احنا نتعلم، لما نقول احنا نسعى الى بناء مؤسسات وبناء مدارس لتوقيف التعليم الديني، احنا عندنا قرار من الوزارات السابقه حتى الحيله الى صحه المصلحه الانشاء، يعني مصلحه المرافق. نعم نعم نعم، انشاء المدارس. نعم. يعني عندنا قرار بخصوص انشاء مدرسه دينيه مختصه حتى نستطيع ان يكون لنا حتى تعليم في نعم. طيب الشيخ علي فليفل المدير مدرسة الشيخ علي يحيى معمر بن نالوت، كنت معي عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا. الدكتور محمود، الوزير ذكر أن الزيادة في المواد والنقص منها غير ممكن بنص المادة 23 لعله للعام 2010، لو تحدثنا عن هذه المادة حتى يكون المشاهد في الصورة. نعم، هي هذه المادة وهذه الحجة من غرائب الحجج كذلك التي يتذرعون بها، وهذا يعني أنهم بحثوا عن الحجج بعد توليهم الإغلاق. هذه المادة في الحقيقة تبدأ في بدايتها تقول بأن على المؤسسات التعليمية يمتنع على المؤسسات التعليمية الالتزام بالمناهج المحالة إليها، ولا يجوز لها الإضافة أو النقص أو ترك بعض الأشياء وما إلى ذلك، يعني تتوسع في توصيف ما يجب على المؤسسات التعليمية الالتزام به، ثم تقول إلا بإذن من وزارة التعليم. فيستدل بمادة هي تفتح الباب أمام وزارة التعليم أن تعطي إذن، لأن وزارة التعليم لن تستطيع أن تعطي إذن، وبالتالي أعتقد أن هذه في تناقضات. هذه المادة موجهة إلى المؤسسات التعليمية والمدارس وليست موجهة إلى وزارة التعليم، بل إن القانون نفسه يحيل إلى اللائحة التنفيذية جميع ما يتعلق بتنظيم التعليم، ويمكن للوزارة وهي تعد لائحة تنفيذية أن تضيف ما تحتاجه في كيفية ضبط التعليم الديني والاستفادة من المراحل السابقة وتقنين الموجود، ثم العمل على تطوير، لأن التطوير هذا أمر دائم ومستمر ولا يتوقف عند وزارة بعينها، إيقاف الأشياء حتى يتم تطويرها إلى شكل نموذجي هو نوع من إماتتها، لأن الإنسان لا يمكن أن يتطور بشكل نهائي وكامل، كل شيء فيه نقص ويحتاج إلى الزيادة، فبالتالي التذرع بالنقص أو بالحاجة إلى التطوير هي ذريعة واضحة للإيقاف، وبالتالي المطلب الوحيد من وزارة التعليم هو أن تعدل عن إيقاف التسجيل، أن تسمح بالتسجيل وتفتح الدراسة، ثم تطور ما شاءت أن تطور وتنشئ اللجان، والجميع باستعداد أن يعينها في ذلك، بل إن هذا الموضوع بالذات هو موضوع يعني جاهز كامل. مسار التعليم الديني في المعاهد الدينية منذ الخمسينيات إلى اليوم هو منضبط وله أعراف مستقرة ومستمرة، ما على الوزارة إلا أن تستفيد من الموجودين، وهناك أعلام ليبيون قادرون على أن يعني يراعوا هذه المبادئ. للأسف نحن نسمع بلجنة لكن لم نعلم من هي اللجنة إلى حد الآن، منذ قرار الإيقاف يقال بأن هناك لجنة منظمة، ونحن نريد من وزارة التعليم أن تتصل بأي برنامج تلفزيوني
في أي مكان وأن تعلن عن أسماء هذه اللجنة وتنشر في الصفحة قرار إنشاء هذه اللجنة وما هي المدة الزمنية التي أنيطت بها وما هي الموضوعات التي أنيطت بها. أعتقد أن هذه الشنشنة نعرفها من سابقا، يعني عندما توقف التسجيل إلى أجل غير مسمى أعتقد أنك تقطع سلسلة، وأعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيصل هذه السلسلة برحمته ومنه، ومن كان ينتظر منه أن يصل هذه السلسلة وقطعها هو لم يكتب له الله سبحانه وتعالى شرف المساعدة في اتصال هذه السلسلة. التعليم الديني سيستمر، لكن كنا نأمل أن لا يكون في وقتنا وزارة تقطع هذا الأمر الذي أمر الله بوصله، ولا زال المجال مفتوحا أمامهم إلى العودة عن هذا القرار والعدول عنه، لأنه قرار في غاية الخطورة، ونحن نعجب من عدم إحساسهم بخطورة هذا الأمر، وهم المسؤولون على ملف تعليم أبنائنا وتنمية عقولهم وتحسيسهم بمشكلات عصرهم التي يقعون فيها. فإذا أعتقد مثل هذا الموقف يدل على العجز في مسيرة التعليم العام الأخرى. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود سلام الغريان أستاذ الشريعة بجامعة الزيتونة، كما أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معي في هذه الحلقة، الدكتور محمد المغربي مدير مناة شرعية سابقا كان معي من استودياتنا في مصراتة، وكمعي أيضا عبر الهاتف السادة السيد علي فليف المدير مدرسة علي يحيى المعمر بمدينة نالوت، والأستاذ صلاح العارف مدير مدرسة بيراوي بتاجورا، والأستاذ عبد السلام جبريل مدير مدرسة العربي المديومي من أوباري. أشكركم أيها الأفاضل أيضا على حسن المتابعة، وحتى نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.